شابتر جديد خالص الماسكولار تيشو. الحقيقه في بدايه المصل في شويه جنرال كاركترز كده المصل، خليني اقولها في وسط الكلام يعني في الاخر خالص لما نقراها مع بعض او نبص على مع بعض تلاقي انها بلغط. هو المصل في الاول ميزوديرمال ابروش. طيب احنا عندنا كم نوع من المصلز؟ ثلاث انواع، في سكيلتال مصل، كارديك مصل، وسموث مصلز. طيب اول ايتم هنقوله السايت، يا ترى ليه سموها سكيلتال مصل؟ عشان لانها اتاتش تو ذا سكيلتال، ماسكه في سكيلتال. طبعا في حاجات اخرى مش ماسكه في سكيلتون، لكن انا بقول عموما اللي ماسكين في سكيلتون ده اول مكان. في بقى حاجات تانية زي مثلا الفيس والطنب، اظن ده اللي مودينا في داهيه. طيب وخلي بالك كانوا طالعين اشاعه زمان ان في الستات بتتكلم انفولانتري، يعني كله سواء راجل او ست كله سكيلتون ايه؟ طيب يبقى اتاش تو ذا سكيلتون الفيس والطنب. طيب بصوا هنا كده الفارنكس والابر ثيرد اوف الاسفلس، فارنكس اللي هو البلعوم والجزء الاعلى من الاسفلس. خلي بالك صحيح هم سكيلتال لكنهم انفولانت، بدليل تقدر توقف البلع بعد ما تبتدي؟ لا هيمشي انفولانت. طيب بعد كده امسك هنا دايافرام حجاب الحاجز، ولادي حد شاطر اناتومي يقول لي دايفرام سبلاي بايه؟ لا لسه ما خدناش. نيرف سبلاي. لا لسه ما خدناش. لا المفروض في الوقت ده تكونوا خدتوا الكلام ده. اسمها في الثوركس. اللي هو الفرينك نيرف. لا ده خدتوه اكيد. لا بس احنا خدناه في السيولوجي. وات ايفر خدتوه اناتومي خدتوه في السيولوجي، هو يعني لو خدناه في السيولوجي ما نردش عليه؟ لا نرد عليه ان شاء الله. طب يبقى هنا سبلاي بفرينك، خلي بالك معناه ان ده سكيلتال مصر، لو هو سموث كان يبقى سبلاي بأوتوماتيك. طب الحاجه الثانيه تقدر توقف نفسك ثواني؟ اتحكم في اني ما تنفسش ثواني. يبقى ده فولات، ده سكيلتال مصر. صح. بعد كده لو راجل بقى يزيد عن المصر دي حاجه اسمها كريماستيريك مصر. كريماستيريك مصر دي اللي محاوطه التستس. دي بصوا لما تعمل كونتراكشن ترفع التستس لفوق عشان تربى التمبريتشر زي البرد تقربها للجسم او تدفيها شويه، لكن لما تعمل ريلاكسيشن تنزل لتحت زي في الصيف في الحر. طيب يبقى دي كلها اماكن لمين؟ السكيلتون. طب الكارديك مكانه فين ان شاء الله؟ في القلب اكيد. مش موجود غير في الول وفي الظهار، وعضله القلب بنطلق عليها مايو كارديك. ماي مصل، كارديوم يعني. اخيرا سموث ماسلز. سموث ماسلز الاقيها فين؟ يعني مثلا الاقيها في الول اوف ذا فيسرا. تعرفوا يعني ايه فيسرا؟ الاحشاء. الاحشاء يعني الهولو اورجنز. عارفين مثلا زي مين الفيسرا؟ الجهاز الهضمي، الجهاز التنفسي، الميل وفيميل جينيتال سيستم، يورينري سيستم، كل السيستمز اللي هي بتشتغل انفولانتري مش حاسين بيها. طيب فيسرا اول حرف ايه؟ في معاها الول اوف فيسلز، يبقى الفيسرا والفيسلز. طب في حاجه تاني؟ في سكيل في عضله يا جماعه بتوقف الشعرايه في البدن ولا جسمي اشعر قشعريره دي اسمها اريكتور هايلي ماسل. هايلي يعني شعر، اريكشن انتصار، يبقى بتوقف الشعر دي في سكيل. في الاي انتوا عارفين في كونستريكتور بيبيلي، دايليتور بيبيلي دي اللي بتتحكم في كميه الضوء اللي بيخش ودي انفولانت. يبقى الماسلز اوف ايه؟ في الانترنسك ماسلز بتاعه كده. اللي احنا خدناه ده اماكن مين؟ السموث ماسلز. بعد السايت هنقول الاكشن. يعني ايه اكشن؟ اكشن معاك انرفيشن حقيقه. اكشن انرفيشن يعني فولانتري ولا انفولانتري يبقى سبلاي. تعالى نقول مين الوحيده اللي فولانتري؟ اكيد سكيلتون اكسبت مي. اللي بتاعت فاركس وابر ثيرد اسفجس، ولو راجل كريماستريك مصر دي انفولانت. يعني هي صحيح سكيلتون لكنها انفولانت، والاكسبشنز دي كلها اسئله شكل. طيب بعد كده الكارديا دي سوري اللي مدام فولانتري يبقى سبلاي بايه؟ موتور نيرف.
لكن الكاردياك والسموث فولانتري ولا الاثنين انفولانتري؟ الاثنين فولانتري بسبلاي اوتوماتيك. خلي بالك سموث اللي انيشيت الانرفيشن بتاع اللي شغاله هو الاوتوماتيك مش كده؟ طب هو الكاردياك اللي شغاله الاوتوماتيك؟ البيس ميكر اسمه قصص اللي بتعرفينها من الفسيولوجي. الاوتوماتيك فايدته ايه في الكاردياك؟ فايدته ان هو يبقى يزود الهارت ريت يقلله يعني يقوي الباور اوف كونتراكشن يقللها يبقى الفورس والريت اوف كونتراكشن. ده الاوتوماتيك والهرمونز طبعا اوريجن وريجنريشن. اي مصر في الدنيا ميزوديرمال ات اوريجن. انتوا عارفين اليو ام سي بتروح عامله حاجه اسمها مايو بلاست والمايو بلاست تتحول لمايو سايت فيس بس خلي بالك سكيلتون ناتج عن التحام مجموعه من مايو بلاست هي ومين؟ هي والكارد. انما سموث اليو ام سي الواحده يو ام سي. طب لو فاكرين في الادلت كان اسمها ايه اليو ام سي؟ تركب على ايه وتبقى اسمها ايه؟ تركب على الكابيلاريس ويبقى اسمها بيري سايت. دي الاوريجن الواحده بتديني واحده سموث بس يعني مش ناتج عن التحام سيلز واحده. طيب بس خلي بالك السموث ماسل ممكن تزيد في النمبر ممكن تزيد في السايز يعني مثلا بريجننت يوترس الحمل الرحم هو فاضي قد وهو في بيبي وسائل امنيوتك فلويد ومعاه بلاسنتا هل كل ده قد وهو فاضي يبقى حجم المصل بيتضاعف عده مرات وعددها كمان بيزيد. زياده العدد اسمها هايبربليزيا. زياده الحجم يعني طول المصل تزيد مثلا اسمها هايبرتروفي. حجمها زاد سميناها ايه؟ هايبربليزيا. هي زادت في الحجم لكن زادت في العدد. في العدد يبقى هايبر بليزيا. ده بيحصل في ايه؟ في زي في البريجننت ايه؟ في اليوترس. زي مثلا في الفيسلز خصوصا في حالات الضغط العالي. عشان الفيسلز تقدر تقاوم الضغط العالي دي ما تتقطعش فحجمها المسلز عددها يزيد وحجمها ايه؟ طيب مين اللي كان ريجنريت مين؟ دي حته مهمه قوي. سكيلتال مسل كان ريجن بس منين؟ او يعني ليها باور اوف ريجنريشن بس مش قويه. بصوا انا عايزه بس اوريها لكم كده عشان دي لازم نبقى فاهمينها كويس. تابعني هنا. لو دي سكيلتال ايه؟ مصل. فوق السلم بري بتاع المصل في حاجه كده هنا شايفين عامله زي النجوم كده اسمها ساتل. الساتلايز دي بواقي مايو بلاست من الابن من الجنين. احنا اتفقنا ان سكيلتون ماسل كان في الاصل مجموعه من مايو ايه؟ بلاست. المايو بلاست اتحولوا لحاجه اسمها مايو ايه؟ سايتس. مش احنا دايما متفقين بتصنع تبقى بلاستاي ولما تكبر تبقى سايتاي. مايو العضل اللي هتعمل عضل اسمها ايه؟ مايو بلاست. مايو بلاست مجموعه من مايو بلاست اتحولوا لمايو سايتس ويلحقوا مع بعض بالشكل ده. لو انا سكيلتال ايه؟ مصل الجدران بتختفي وتعمل لي مصل فايبر. لو انا كارديك مصل كده الجدران دي فضلت موجوده ما اختفتش ونطلق عليها ايه اللي سمعت الاسم في الفسيولوجي انتركاليتيف ديسك. ده مين دي في انهي مصل؟ في الكارديك مصل. طب سموث ماسل دي قلنا ناتجه ان يو ام سي ادتني واحده فجرايه واحده يا اوكسال واحده فبقالي شكل سموث ماسل. طيب نرجع بقى مين كان ريجنريت؟ مين اسهل واحده في الريجنريشن؟ السكيلس. انهي ماسل؟ سموث؟ اه سموث. اللي طالعه من اليو ام سي. اليو ام سي وكمان سموث ماسل كان ديفايد. طب لكن سكيلتال ممكن يحصل لها ريجنريشن امتى؟ لو في ساتلايت موجوده هنا فوق السلم دي. الساتلايت دي عباره عن ايه؟ بتساوي مين؟ مايو اه لاست
الجديد. طب خلي بالك المفاجأة بقى ان الكارديك مصل مفيش ساتل بايتس. يبقى مين كانوت ريجنريت؟ كارديك مصل. يبقى نقول كده مين الوحيدة اللي سهل قوي يحصلها ريجنريشن؟ سموث مصل. سموث مصل. طب مين اللي فيها ليميتد باور اوف ريجنريشن اكوردنج فيه في الحتة دي ساتلايت ولا لا؟ سكيلتال مصل. سكيلتال مصل. مين كان نيفر ريجنريت؟ الكارديك مصل. الكارديك ذير از نو ساتلايتس. امال لو واحد جاله حاجه اسمها الكلينيكال ابلكيشن مكتوبه قدام شويه مايوكارديال انفاركشن. سمعنا الكلمه دي؟ جلطه في القلب. خلي بالك الترجمه بتاعتنا اللي احنا بنقولها جلطه في القلب الترجمه مش دقيقه. قولي ليه؟ ليه؟ علشان الجلطه ما بتبقاش في القلب، تبقى في الكوروناري اللي بيغذي القلب، هو ده اللي بيكون فيه ثرومبس. فلما الكوروناري يتقفل الحته دي من القلب ما بيوصلهاش بلاد سبلاي، فيبتدي يحصل لها تموت. يبقى الحته ديد سيل، والديد سيلز دي كانوت ري جنريت ومفيش حد يعوضها. بيكون بس فايبرس كونكتيف تيشو ما بين الفايبرز اللي ماتت، يعني كان حته عضله قويه بقت ريبليس بقماشه مهلهله كده. تبقى مكانها. شوفوا في الافلام لما يجي يقول لك ايه، قالوا ألم فظيع في صدره، الحق خدوه مستشفى، دخلوه العناية المركزة، والدكتور يطلع يقول لأهل العيال لو عدت 48 ساعة تبقى مرحلة الخطر فات. طبعا الكلام ده ينطبق فقط على مايوكارديال انفاركشن. اشمعنى 48 ساعة؟ عشان تدي فرصة إن يكون فايبرس تيشو ويشد حيله ويحل محل المصل اللي باظ. لو انت ساب المصل المهلهلة دي ورحت خليت الهارت اشتغل انفعل، ها الشخص ده عمل مجهود فقعد، ملهاش حل، ما يلحقش. صح. فال 48 ساعة دي يقول لك ابسوليوت منتال اند فيزيكال ريست، حتى ما يفكرش، لان ده ممكن يرفع ضغطه. يعني بنديله حاجات مهدئة تماما عشان ما يتحركش، ما فيش تفكير، ما فيش انفعال، ما فيش حد يخش يكلمه، كل مجهود عليه، مجهود على القلب. لما تعدي 48 ساعة. طبعا في الافلام دلوقتي اي حد ايده اتكسرت يقول لك لو عدت 48 ساعة يبقى مرحلة الخطر فات. يعني طبعا لانهم مش فاهمين اللي بيقولوا. بيدوا فرصة للهيلينج بايه؟ بالفايبرس تيشو مش بمصر. الحتة دي مهمة. طبعا دلوقتي بنحاول ستيم سيلز ومش عارفه ايه نرجع يكون مصل تاني. دي محاولات ونرجو ان شاء الله توصل. طيب يبقى مين كانوت ريجنريت؟ الكارديك مصل. كارديك السكيلتال في قدره بس ليميتد من الساتلايتس لو موجود هنا ساتلايتس. مين اللي فيري ايزلي ريجنريتد؟ سموث. سموث. نيجي بقى نتكلم على السايز والشيب والحاجات دي. طيب مين اكبر مصل على الاطلاق؟ هي سكيلتال مصل. انما مين اصغرهم؟ سموث. كارديك ميديوم سايز الاثنين. طبعا ما ينفعش اقول لك سكيلتال طولها قد ايه، ده فيري فاريبل اكوردنج لمكان العضله، في حاجات صغيره قوي وحاجات طويله. انا بتكلم طبعا هنا لما اقول سايز يبقى عايز حاجتين، لينث ودايامتر. لكن عشان ناخد فكره يعني خلي بالك في مصل بالسنتيمتر بالاسم. طيب لكن دايمتر اب تو 100 مايكرومتر ده اعلى. ده فين؟ ده في السكيلتال. سكيلتال. نيجي نشوف الكارديك. قلنا ميديوم سايز ما بين مين ومين؟ الطول اب تو 80 مايكرو، لكن بص الدايمتر 15. 15 دي مش تقريبا ضعف الثمانية بتاعت سموث؟ يبقى مين وسط ما بين الاثنين؟ الكارديك. الكارديك ما بين سموث وسكيلتال. السموث تقريبا 20 مايكرومتر اللينث، لكن ده في نورمال ستيت. طب افرض بريجننت يوترس، زي ما قلنا اليوترس اللي شال مين؟ شال بيبي والبلاسنتا والامنيوتك فلويد، اللينث بيتضاعف بيوصل اب تو 500 مايكرومتر. خلي بالك انتوا عارفين حجم اليوترس وهو فاضي قد ايه؟ يقول لك كلوزد فيست، زي قبضه ايدي مقفوله. شوف بقى اليوترس اللي شال ايه؟ بيبي.
يعني انا مثلا لما خلفت ابني الصغير كان نازل 5 كيلو 100 جرام. بقى ابني مع الامنتك فلويد ومع البلاسنتا، شوف اليوترس انت عارف كم مرة. امي الله يرحمها لما خلفت اختي كانت 6 كيلو 200 جرام. اتولدت في لندن وكتبوا عليها في انجلترا اكبر طفله ولدت في لندن منذ 8 سنوات، ويعني موضوع انترناشونال كان لطيف جدا. بس اليوترس اللي شال كل ده حجمه ضعف ايه؟ يوصل بقى من كام قطه كام؟ لينث من 200 من 20 سوري قط 500 مايكرومتر لينث، لكن الدايمتر 8 مايكرومتر. طب خلي بالك الكارديك كام مايكرو دايمتر؟ دايمتر 15. طب السكيلتال اب تو 100. اب تو 100. يعني بس عايزين نقول ايه؟ صحيح الكارديك وسط ما بين اثنين لكن تميل للحجم الصغير. شيك مين اسطوانات؟ بص على الصوره كده. السكيلتال. السكيلتال ومين كمان؟ الكارديك. كارديك الاثنين سلندر. مين برانشنج؟ البرانشنج للكارديك. الكارديك يعني السلندريكال نون نون برانشنج. اكسبت في حتتين دايما الاكسبشنز دي اسئله شافيه. سكيلتال اصلا نون ايه؟ نون برانشنج. سلندريكال ونون برانشنج اكسبت في حتتين الفيس. بصوا هنا اتفرع هنا كده. والطبع بص على حركات لسانك، لو قعدت تراقب لسانك وانت بتتكلم بتتجنن. وموجه كده وعامله كده وحاجات، كل حرف ليه حركه في لسانه. ده معناه ان المصل هنا لازم يحصل لها برانش. يبقى بتبرانش فين بس؟ في الفيس والكارديك. طيب الكارديك صحيح سلندريكال لكنها بيحصل لها مش بس بتبرانش، ده بتبرانش وترجع تلحم عملاقي زي شبكه كده. يعني يعملوا شيت متصله بعضها. برانش اند اناستوموس تبقى لاحم. وعلى فكره عاده الكارديك ماسلز تبقى ماشيه في ديفرنت برانشز. طب تيجي نشوف كده سموث شكلها. سبندل شيب. يعني ايه سبندل شيب؟ يعني كلها نفس الدايمتر؟ هل يونيفورم دايمتر؟ ولا في السنتر اكتر اعرض من التيبرنج اندز بتاعتها؟ يعني ايه تيبرنج اللي بتنزل على ما فيش؟ طيب هل المفصلين فوق بعض كده؟ نو تبقى واحده سابقه الثانيه كده. يعني لو بصيت على رسمه شايفين هنا الحته اللي في النص اللي هي العريضه بتبقى جنب، يعني برود سنتر ده يبقى جنب التيبرنج اند بتاع اللي بعدها. طب انهي حته اللي يبقى فيها النيوكليس؟ العريضه ولا الضيقه؟ العريضه. عشان كده لما اخد فيدي ترانسفيرس سكشن بتاع عرضي، بصوا بقى هنا شايفين؟ تلاقي الحته اللي في النص العريضه جواها مين؟ نيوكليس. نيوكليس. انما التيبرنج اندز تبقى اصغر وما فيهاش نيوكليس. لكن لو انا اخدت قطاع في سكالت الام تقريبا قد القطع. مش كلها اسطوانه؟ بصوا خدتوا بالكم من عناوين كتير قوي باجي بحرف الاس؟ سايت، سايز، شيب. تعالوا كده نتكلم في اللايت ايه؟ مايكروسكوب. في حاجه اسمها صار. بصوا كلمة عضلة دي لحمة. اللحمة اللي بناكلها دي عبارة عن مصص. كلمة لحمة باللاتيني اسمها ساركوس. في أي حاجة خاصة بالمصل بسميها سارك. يعني مثلا السيل ممبرين بدل بلازما لما اسميها ساركولم. السيتوبلازم يبقى اسمه ساركوبلازم. حتى في بعض الاورجانيلز يعني مثلا سموث اندوبلازميك ريتيكولم يسموه ساركوبلازميك ريتيكولم. اي حاجه في المصري اسميها ايه؟ ساركو. وعلى فكره دي هتلاقيها في الجنرال كاركترز اللي في الاول. المصري ميزوديرمال السيتوبلازم از كولد ساركوبلازم، السيل ممبرين از كولد ساركولما وهكذا. طيب لو جيت اتكلمت على الساركوبلازم، لو خدت بالك اي مصري برسمها باللون الايه؟ الاحمر. يبقى كل الساركوبلازم اسيدو فيليك. ساركولم. ساركولم. نقف هنا. تخينه قوي في السكيلتال مثلا. رفيعه قوي في الكارديك مثلا. رفيعه في سموث. ما اعرفش خدتوا بالكم من دي ولا لا. فيري ثيك في السكيلتال. فيري ثين
في الكار سموث اقول فين واسكت. ليه قلتنا فيري وفيري وهنا مره تخين ومره فيها تعالوا نقف سام كلمه ده سلم برين ولا تسمعوا على حاجه خدناها في الترم الاول جزء كده من البيز برين كان اسمه بيزا اللامينا. سابكوليما بتاعت سكيلتك يبقى لازق فيها بيزا اللامينا ثم كونكتف تيشو لازق فيها اسمه اندوميسي. اندو يعني جوه العضله ما بين الفايبرز. هنعرف يعني ايه اندوميسي كمان زمان. لكن لما اجي اشوف بقى سكيلت ده فين؟ في سكيلت عشان ثلاث حاجات لازقين في بعض اللي هم السابكوليما والبيزا اللامينا والكونكتف تيشو يبقى السابكوليما تبان تخينه قوي. طيب صبته لما في الكارديو صبته لما وخلاص. في السموث لازق عليها بيزا اللامينا وخلاص. يبقى في مين رفيعين؟ رفيعات الكارديو بس مين رفيع قوي؟ السموث سموث في بيزا اللامينا. صح. طيب نيجي بقى الاسترايشنز. استراي يعني يعني مخطط تخطيط. طب انت فاكرين الوحده بتاعت المصل اسمها مصل فايبر اللي هي كانت نتيجة التحام مجموعة من السيلز مش كده؟ الوحدة بتاعت المصل اسمها ايه؟ مصل فايبر. جواها خيوط ماشية بالطول كده. أحب أوضحها هنا. يبقى دي اسمها مصل ايه؟ دي مصل فايبر. مصل فايبر. المصل فايبر دي جواها خيوط رفيعة. تصغير فايبر ايه؟ فايبر. فايبرين. اسمها مايو فايبرينز. اللي هقوله ده خدتوه في السيارج بس انا هحاول اوضحه. بصوا معايا كل خيط من دول في شرائط متبادله في alternating bands. شريطه غامقه جنبها شريطه فاتحه غامقه وبعدين فاتحه وهكذا. لو انا في سكيلتال مصر عدد المايوفايبرز دي زحمه جدا كتار قوي ومنتظمين قوي ريجيلر وباراليل ومرصوصين بحيث ان كل الشرايط الغامقه في نفس الليفل. شايفينها؟ والفاتح في نفس الليفل. يبقى الدار ات ذا سيم ليفل واللايت ات ذا سيم ليفل فمن بعيد تشوف تخطيطه ماشيه بالعرض. يبقى دي مين اقول عليها سترايتد ماسل سترايا واضحه؟ السكيلتال. سكيلتال ماسل. ليه سترايشنز واضحه في كلير سترايشن؟ تقول لي السببين المايوفايبرز عددهم نيوميروس وريجيولار. طيب ايه رايك في الكارديك ماسل؟ في مايوفايبرز بس الكارديك ماسل اصلها بيحصل لها ايه؟ اولا عدد المايوفايبرز اقل ثم بيحصل لها ايه؟ برانشنج فتبقى والدارك مش تحت الدارك بالظبط يعني ممكن يبقى مرحله عنها شويه. في تخطيط بس مش واضحه زي مين؟ زي السكيلت. زي السكيلت. طب في سموث ايه الافكار؟ لو بصينا على الصوره دي ادي سموث تلاقي المايوفايبرز قليلين قوي واوفرلابنج. متداخلين كده يبقى في اي تخطيطه؟ يبقى لو حبيت اقسم المصل سترايتد ونون سترايتد مين سترايتد؟ السكيلت. سكيلتال وكارديو. وكارديو اه. صحيح الاسترايشنز اقل وضوحا لكنها فيها. يبقى استرايتد في مين كلير استرايشنز؟ كلير استرايشنز سكيلتال. كارديا الريجولار استرايشنز في بس مش منتظمه. مين نون استرايتد؟ السموث. ويعتمد على عدد مين جوه؟ المايوفايبرز ومنتظمه. مين اكثرهم زحمه؟ السكيلتال. في الكارديا المايوفايبرز اقل قليله قوي في مين؟ في السموث. السموث في اي ريجولاريتي ولا اوفرلابنج؟ لا اوفرلابنج متداخلين كده. طيب بس فاضل كلمه على نيوكليس. طيب انتوا قلتوا لي ان في سكيلتال كانت نتيجه التحام مجموعه من السيلز واختفت الجدران ما بينها صح؟ يبقى مين فيها مالتيبل نيوكليار؟ السكيلتال. سكيلتال. طب بصوا مين زحمه؟ السكيلتا برضه. الماي وين؟ زحمه مين؟ السكيلتا. فبصوا هتلاقي يا عيني النيوكليس مضطره تبقى فين؟ ينفع تبقى سنترا؟ لا طبعا. لا وكمان شكلها اوبن. اوبن اه.
وفين؟ في ال في الريفرال. يبقى النيوكلس في سكيلتال ها مالتيبل اوفال بفرز. طب الكارديو، طب استنى، هل الغضروف اختفت ولا فضلت موجوده؟ لا فضلت موجوده. يبقى لازم تفهمه ان انت عارف ان الكارديو ماسل هي كل فايبر عباره عن تشين اوف سيلز، وايتش سيل فيها ايه؟ فيها نيوكلس سنجل نيوكلس واحد صح؟ ومكانها فين؟ في السنتر. وليه سنترال؟ ليه مش بريفر؟ عشان مش هل الدنيا زحمه قوي؟ لا، يبقى نيوكلس براحتها سنترال واوفل وسنجل. تمام. طب ده بالنسبه لمكان النيوكلس. طب بالله عليك السموث ماسل، شوف كده اخبار النيوكلس ايه؟ سموث ماسل ادي سموث ماسل وهي ريلاكس اهي، شايفين؟ النيوكلس سنجل وسنترال واوفل. اوفل برضه. بس ملاحظ ان هو سيجار شيب شويه وسكوها كده. طب ايه رايكم لما حصل لها كونتراكشن؟ النيوكلس كده ايه؟ بقت اتعوجت زيك كده. بتشوفوا يا ولادي في الافلام لما يجيبوا بيشربوا خمور ويجيبوا ازازه مش عارفه الويسكي ولا الشمباني ولا الحباب اللي بيشربوه ده ويحطوا حاجه اسمها كورك مقفوله بفيله كده اسمها كورك من فيلين ويسموه كورك سكرو. انت شكلك عندك خبره في بتاع اللي بيرموها كده بيروحوا ايه؟ شدينا كده ومطورين عاملين القصه دي. طب يا جماعه الكورك سكرو دي ده شكل النيوكلس في حاله الكونتراكشن، وتبقى السيجار شيب في حاله الريلاكسيشن. هو وصف المعتادين عليه في الكتب ونحب نسمعه. كده غطينا مين؟ كده النيوكلس. يعني احنا غطينا لايك ايه؟ لايك مايكروسكوب، قلنا ساركولما وساركوبلازم وسترويشنز ونيوكلس. طيب نخش بقى على الحقيقه. والحقيقه اول نقطه في الالكترومايكروسكوب هنتكلم على الساركولما. والساركولما هو في حاجات يمكن المحاضره اللي جايه تبقى اوضح شويه من النهارده. يعني مثلا قبل الساركولما سوري نيوكلس. اي نيوكلس في اي مصر تبقى اكتف ولا ايه اكتف؟ لا دايما بتعمل دايما اكتف لازم اكتف. في اي نيوكلس هقول ايوكروماتيك. طيب نيجي نتكلم على الساركو ايه؟ لما بالذات سموث ماسلز لازم اقول بيحصل فيها زي انفاجينيشنز كده بيسموها كافيولي. مكتوب مفيش تيتشوبيول مفيش كرايات. الحقيقه مش هفهم الكلام ده الا المحاضره، يعني اجل لي الحته دي للمحاضره. طب ممكن حضراتكم كده تشوفوا ان في روابط وتربط المصلز مع بعض؟ في جاب جنكشن. يبقى السيلز عشان الامبلس تعدي من واحده للثانيه عن طريق الجاب جنكشن. نيجي للاورجانيلز بقى، مين يالفها معايا؟ على فكره كل الطلبه يعني نحاول نبريدكت كده ايه اللي اتقال في الاورجانيلز؟ ايه الاورجانيلز اللي تعرفها تقدر تحطها في المصر وتبقى مطمنه؟ اكيد ميتروكوندريا. اكيد ميتروكوندريا. الميتروكوندريا في اعداد ايه؟ كبيره جدا. كبيره المفروض عشان تدي ايه؟ انرجي. طيب ينفع اسميها اسم تاني للميتروكوندريا؟ زي ايه؟ ساركوزومز. الاجسام الموجوده في اللحم. طيب ايه تاني؟ رايبوزومز عشان البروتين. طب رايبوزومز وهي بتعمل بروتين ليها مثلا يبقى فيو رايبوزومز. شويه رايبوزومز. طب في رف مثلا؟ رف؟ هي بتفرز بروتين؟ لا. لا. هل في جولجي؟ جولجي؟ لا برضه. الجولجي صغير ما بتفرزش. في بس صغير. صغير طب واشمعنى فكرت في الرف؟ ما فكرتش في سموث؟ سموث؟ ما السموث؟ السموث ده مهم قوي في مصر ولا لا؟ ده انا من شويه قلت ان سموث في المصري ليه اسم. من اهميته سميناه ساركوبلازم كريتيك عشان ليه وظيفه خاصه في المصر. يبقى في سموث اندوبلازميك سميناه ساركوبلازم كريتيك. ليه فايدتين في المصري فاكرينهم؟ اللي هم ان هي تطلع الكلس تعمل هو المصل يا جماعه بتتغذى على احد الغذاء بتاعها الجلايكوجين بيديها انرجي
وده بيتعمل من الجلوكوز في سموث اي ار. طيب في حاجه اهم اللي هي الكالسيوم. كالسيوم، برافو عليك يا جماعه. المصل عشان تعمل كونتراكشن لازم تضخ جواها كالسيوم ويكون عندي طاقه انرجي. الانرجي موجوده من الميكرو ايه؟ كونديوم. والاي سموث اي ار يعمل بامبنج اوف كالسيوم. بص بقى لما تضخ كالسيوم جواها الاكتين يتزحلق على الميوسين يحصل كونتراكشن. اسحب الكالسيوم دخله في سموث تاني يحصل ريلاكسيشن. يبقى هو ده اللي بيعمل بامب اند ستور الكالسيوم. ده مين ده؟ ده اللي هو السموث او ساركو بلازميك ريتيك. يبقى عندي كتير. كل ده كلام شكلها. اي واحد مش مذاكر او قراها من زمان يقدر يجيبها. انما اللي مذاكر يقولها بالطريقه المحترمه دي. طبعا انت كده نسيت ان في حاجه اسمها مايوفايبرز، ودي اورجانيل خاصه بالمصل. المايوفايبرز هنا عددها ايه؟ عدد كبير. نيومرس ريجولار بارلل صح كده؟ صح. طب يبقى الميتوكوريا ليها فين؟ مش هي اللي بتديهم طاقه عشان يعملوا كونتراكشن. يبقى تلاقيها الميتوكوندري ارينج الروز ما بين ذا بارلل مايوفايبر. لازم تقال كده. مين كمان ما بين المايوفايبرز سموث اي ار عشان تضخ لهم الكالسيوم؟ انا عايزه اضخ لهم انرجي وكالسيوم. يبقى الحاجتين دول ما بين المايوفايبرز. ايه هما تاني الحاجتين دول؟ اللي هي الميتوكوندريا. الميتوكوندريا والسموث اي ار. اللي هو سميناه ايه؟ ساركوبلازميك ريتيكولم. To pump and store مين؟ كالسيوم. كالسيوم. طيب في حاجة تانية؟ أمال بقيت بقى الحاجات اللي مش مهمة قوي عندنا. سمول جولجي. شوية ريبوزومز. دول ألاقيهم في الطرف. بريفرنس. حوالين النيوكلي أي. في البيري نيوكليال أي. مين اتزقت لبره؟ يعني من الطرف كده للبريفري. النيوكلي أي ومعاها بقى الأورجانيلز الأقل. يبقى ما ننساش نقول ان المايوفايبرز نيومرس وبار وان في ميتوكوندريا او ساركوزومز برضه نيومرس ارينج في الوز ما بين المايوفايبرز. الساركوبلازميك ريتيكولم اللي هو موديفايد سموث اي ار موجود حوالين المايوفايبرز عشان ده المكان اللي بيحصل فيه كالسيوم ستورج اند بار. لكن في فيو رايبوزومز وسمول جولجي دول في البيري نيوكليال اي. ده مين ده؟ يفرق ايه بقى الكارديو؟ مين اقل في العدد؟ المايوفايبرز تبقى فيور طبعا. لكن الميتوكوندريا اخبارها ايه؟ مين محتاج طاقه اكتر؟ طبعا الكارديو عشان سكيلتال ولا اللي شغال ليل ونهار لا بيكل ولا اللي هو كارديو ماسك؟ لا الكارديو طبعا اكيد الكارديو. فتلاقي الكارديو الميتوكوندريا عددهم ايه؟ اكتر. عارفين يا ولاد الميتوكوندريا كان جواها رفوف كده اسمها كريستال. كريستي. كريستي. كريستي هنا عددها ايه؟ اكتر. طيب. يبقى عدد الميتوكوندريا اكتر حجمها اكبر with more كريستي. في بس حاجه في السكيلتال بيقول لك ان في حاجه اسمها تي تيوبيول حواليها اثنين ساركوبلازميك. سمعتوا في الفسيولوجي حاجه اسمها تريال اوف تيوبيول سيستم؟ تي تيوبيول كده؟ اخدناها. ده في السكيلتال في تريال انما في الكاردياك في دايال. ده المحاضره الجايه مش دلوقتي عشان تفهم. بس فكرني يومينش. طب نيجي نتكلم على اخبار بقى الكلام ده في سموث ماسل ايه؟ بصوا هي ماسل في سموث ماسل نيوكلس كانت فين؟ السموث ماسل كان نيوكلس سنتر. طيب يبقى الاقي الميتوكوندريا وسموث والباقي كله باري. في بس حاجه تخص سموث ماسل ان عدد ماي فايبرز قليل واوفر اوفرلابنج داخلين هنا كده. فيها ثلاث انواع من الفلوس. يعني سكيلتال كارديك فيهم اكتين ومايوسين انما سموث فيزيد عليهم ان في ثين اكتين وثيك مايوسين وانترميديت اسمه ديزمين. اسمه ايه تاني؟ ديزمين. شفت المنظر ده؟ ده راجل ايه؟ عسكري. اتلتيك رياضي. بيمرن مين؟ المصري. كاريتا المصل. فتلاقي بقى المصل هنا حجمها ايه؟ كبير. زاد يعني حصل لها هايبر. شوفي. ده
طيب احنا اتكلمنا عن اي سيل دايما يقول اورجانيلز و انكلوجنز محتويات. مين يفكرني انكلوجنز اللي هي كانت ايه؟ كانت الفاتس وال يا اما اكل متخزن لايكوجين وفات يا اما بيجمنت. طيب تعالوا نتكلم مين البيجمنت اللي موجود في الار بي سيز وبيحمل اكسجين؟ الهيموجلوبين. الهيموجلوبين. طب مين زيه بالظبط بس بالمصري؟ المايوجلوبين. مايوجلوبين. وده اللي بيخلي المصل لونها احمر. كل ما زاد المايوجلوبين كل ما حمرت المصل اكتر. طيب. يبقى في بيجمنت اسمه مايوجلوبين تو كاري مين؟ الاكسجين. حلو كده؟ طيب يبقى مايوجلوبين ذا بايند تو الاكسجين. طيب في مين غذاء؟ الفات دروبس. جلايكوجين و فات. ما بين المايوفايبرز عشان يدي انرجي، دي عارفينها. تمام. طيب كارديك اخباره ايه؟ في نفس الحاجات دي بس هيزيد عليها حاجات تانية. يعني في مايوجلوبين في جلايكوجين وفات بس يزيد في صبغه كده اسمها لايبوكروم او لايبوفيوزين بيجمنت. اللايبوفيوزين بيجمنت دي خدناها في اول السنه خالص مع الانكلوجنز، قلنا دي شويه زباله. ايوه ويست برودكتس. وقلنا الاقيها اكتر في خلايا عمرها طويل ولا عمرها قصير؟ لا عمرها كبير. عمرها كبير وتزيد مع الايج ولا لا؟ بتزيد مع الايج. لان لو خلية عمرها قصير الزباله مش هتلحق تتكون فيها. على بال ما تتكون كلها. لكن اللي عمرها طويل دي هلاقي الزباله تتجمع وتزيد وذ ايج. طب اللايبوفيزين ده لونه من ذهبي البني كده. فتلاقي لما الناس المعمرين عندهم فوق ال 90 والكلام ده. لا سيبك من ايد ورجلي دي بيبقى جوه الكارديك ماسل اللايكوفيزين بيزيد قوي ودي زباله. طب تفتكر اللي الزباله قاعده بتتجمع فيها، يعني احنا لو في المدرج ده ومليانين زباله هنعرف نشتغل؟ لا طبعا مش هنعرف نشتغل، الدنيا تقف. فاذا احنا عايزين ننظف المكان بس الزباله قاعده ايه؟ بتزيد. فبيحصل العضله مش عارفه تشتغل فبتدي تضمر ويبقى لونها ايه؟ لونها بني. بني. فبيسموها براون اتروفي اوف ذا هارت. تطلع في المتحف الباثولوجي هتشوف جار كده قلب صغنن كده تفتكر قلب بتاع طفل صغير. مكتوب عليه كده قلب واحد معمر عنده 99 سنه. حصل له ايه؟ لا. اتروفي وبقى لونه براون عشان يتجمع فيه قوي كتير ايه؟ لا بفضل. هو مش الحاجه اللي ما بتستخدمش تضمر على طول؟ طيب يبقى هنا سميناها القصه دي براون اتروفي اوف ذا هارت. فهمتوا؟ تمام. لا في حاجه تاني بس اللي هقوله دلوقتي موجود في الاتريوم اوف ذا هارت فقط. حاجه اسمها اتريال جرانيولز. عارفين ايه الاتريال جرانيولز دي؟ لقوا السموث ماسك بتاعت الاذين مش الاذين الاتريوم مش الفنتريكول لقى فيه حبيبات كده. اتاري ده هرمون جوه ماسلز بتاعت الاتريوم. ده دايوريتك هرمون مدر للبول، يعني يخلي يحصل ان الصوديوم ينزل مع الميه في اليوريك. ده يزيد الهرمون ده لو انا عندي هايبرتنشن. ينزل شويه ميه قام ينزل الضغط. بيسموه ايه بقى؟ الارتريال جرانيولز دي تساوي دايوريتك هرمون. يعني ايه دايوريتك؟ يعني مدر للبول، يعني يخلي اليورين يزيد. فيقلل تو ديكريز ذا بلاد بريشر. طب سموث ماسل فيها مين بس من الجزء دي؟ مايوجلوبين اند جلايكوجين. يعني مين اكتر حاجات فيها انكلوجنز؟ الكارديك. كارديك كلهم فيهم مايوجلوبين وجلايكوجين. كارديك زادت عليها ايه؟ اللايبوفيزين اللي بيزيد مع الايج ويعمل براون اتروفي اوف هارت، وكمان الاتريال جرانيولز اللي هي دايريتك سوري. فاكرين يا ولادي كلمه انتر كاليت الديسك؟ اللي كان بين المصل. موجوده في مين فقط؟ موجوده بس في الكارديك. في الكارديك بس. هل انا في انتر كاليتك؟ لا لا. ولا كمان في مين؟ ولا كمان في السموث. في السموث موجوده بس في الانتر. طيب ايه نوع المسل فايبرز؟ المسل فايبرز يا ولادي في حاجه اسمها ريد مسل فايبرز، وايت مسل فايبرز، وانترميديت فايبرز. تفتكر اللحمه الحمراء
يعني فيها مين كتير؟ احمر طبعا. ايه اللي حمر؟ يعني فيها رد فيها فازا كده. مايوجلوبين كتير، ميتوكوندريا كتير. ميتوكوندريا عشان انرجي، مايوجلوبين عشان اكسجين. مين بقى اللي شغال ليل ونهار، لا بيكل ولا ملي؟ القلب. فاضي. ففي كميه رهيبه من مين؟ من المايوجلوبين. من دول، فيبقى لونها رد. طب سموث لونها دايما وايت. كار السكيلتال ماسل في الثلاث انواع، ريد وايت والمتوسط انترميديت اللي هو يجمع خصائص ما بين الاثنين، كل دول بس ان ديفرنت بروبورشنز. يا جماعه في عضله مثلا للظهر دي اللي انا ببقى واقفه موت ساعتين ثلاثه بيها، دي يبقى فيها ريد اكتر. في عضله ثانيه بتتعب بسرعه يبقى فيها وايت اكتر. يبقى دي ديبينز على ايه؟ يعني اختلاف من مصر للاخرى بقت في ديفرنت بروبورشنز. ففي ثلاث انواع بس في ديفرنت بروبورشنز. ده مين ده؟ ده اللي هو ال سكايلر. ثلاث انواع ده في سكايلر. الكارديك بيور ايه؟ ريد. بيور ريد؟ اه. وسموث بيور وايت. كتبت لك كذا النهارده؟